اختبر المحن والصعوبات بصمت ومحبة، وعرف وسيطاً ومصلحاً في الملفات الشائكة، حتى أنني سمعت أنه عرض عليه تقديم برنامج المسامح كريم. من باب المسؤولية الاجتماعية طوع السياسة والأمن في خدمة المجتمع. رحبوا معي بمعالي الوزير الذي نحب مروان شربل لتسليم الجائزة. أهلا وسهلا فيكم. ابن عائلة اقتصادية، لمع نجمه رئيساً لاتحاد الغرف في لبنان، فرئاسة الغرف في منطقة المتوسط إسكامي، ثم نائباً أول لرئيس اتحاد الغرف العربية. لم يكتفي بالعمل في المضمون، بل اختار أيضاً أن يتعامل مع الشكل، فكانت ولادة بيت الاقتصاد اللبناني. نال عن جدارة لقب من أوف ذا يير، إنه الرئيس محمد شقير. اتحاد غرف التجارة والصناعة بلبنان عم بحضر لمؤتمر كتير كبير لنقدر نحكي ونشرح عن أهمية المسؤولية الاجتماعية. لبنان متقدم جداً بهذا الشيء، هذا في وضع إنساني أول وفي وضع اجتماعي، وكل ما عم نشوف أنه البلد عم يتراجع اقتصادياً، كل ما عم نشوف المؤسسات الكبيرة وخاصة المصارف عم تهتم كتير بالمسؤولية الاجتماعية. أنا بشجع كتير وبرحب كتير وبدأ يعني وبطلب من كل المؤسسات يلي ما عندها هالبرنامج، ما بتعرف شو المسؤولية الاجتماعية، نحن كغرفة مستعدين نقدر نوقف حدهم ونساعدهم. ما ممكن نستمر إذا ما حفزنا المسؤولية الاجتماعية بكل مؤسسة بلبنان. إذا بدي قارن اليوم لبنان بالدول المتوسطية، لا نحن سابقين كتير دول ومتأخرين أيضاً على بعض الدول، بس أنا بدي هني المصارف اللبنانية اللي هي أكثر المؤسسات اللي عرفت ضرورة اليوم المسؤولية الاجتماعية واللي هي عم تدعم وعم تدعم الجميع. يعني هالحفل اللي كل سنة صرنا 4 سنين بيجي بنحضره، وكل ما بحضره كل ما بشجعنا بنقول إنه لبنان بوجود هالمبدعين ما بيموت، وطول ما في قطاع خاص لبناني لبنان بضل مستمر ولبنان بضل واقف على إجري. مساء الخير جميعا. يعني التكريم اليوم بتكريمين، تكريم معالي الوزير هو اللي يعني اللي قدمني، وتكريم يعني من الست فيوليت والاخ مارون. كل تكريم او تقدير بيحصل عليه الانسان بيترك شعور بالاعتزاز والفخر، بس لما الانسان بيتكرم من اهله وبوطنه بيكون للتكريم نكهه خاصه. بشكر الصديقه فيوليت والصديق مارون واللجنه يلي اختارتني، وان شاء الله بيبقى عند حسن ظنكم ويشكل هذا الحفل حافز لإلنا وللجميع لتقديم أفضل ما عنا، لأنه البلد بيستاهل وبيستاهل منا كتير. شكراً معالي الوزير، شكراً لكل من ساهم لأكون اليوم بين المكرمين. شكراً.